السؤال الرابع والأخير واللي هيحدد مين اللي هيكسب ماتش النهاردة. محمود فتحي اتفضل. المباراة هتتحسب مع آخر سؤال. سويتش. تمام. تاريخ. تمام. سؤال في التاريخ. سؤال للزيبق بعشرين نقطة. لو الإجابة صح ألف مبروك الثلاث نقاط، لو الإجابة غلط فري كوميكس مبروك عليكم الثلاث نقاط. تاريخ والسؤال هو: ما هي الدولة الأسيوية التي احتلت كمبوديا عام 1978؟ للإطاحة بالحاكم وزعيم الخمير الحمر بول بوت اللي ارتبك في الثانية الأخيرة. السؤال مش سهل. محمد حسن مرسي، لو أجابتك صح ألف مبروك الثلاث نقاط، لو أجابتك غلط مبروك لفريق كوميكس. سؤال مبني على معلومة يا عندك. هي عدت بس مش متأكد، مش فاكرها. إجابتك إندونيسيا. إندونيسيا للأسف الشديد إجابة خاطئة. في إجابة؟ قتل حوالي 1.5 مليون من سكان كمبوديا، كان تقريبا ربع السكان، عشان كده الدولة دي احتلتها. نقول بورما. احتلتها بقيادة الجنرال لي دوك آن. إجابة خاطئة. واستمر الاحتلال 10 سنين. الإجابة فيتنام. هو سؤال صعب الحقيقة كانت مباراة لا 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 لا, لا. يعني كنت هتصعبوا عليا قوي لو المباراة دي طارت منكم. أيوة أنا عارف، أنا خلاص أنت بتترعش يا مرنا. أنا عارف المباراة كانت هتطير فعلا، ولكن هارد لك لفريق الزيبق. محمد حسن مرسي اللي عملته ده إنجاز غير عادي، عشان كده أنت أفضل لاعب النهاردة بمئة نقطة. بصوا 135 140 فرق 5 نقاط، وهتعرفوا قد ايه المجموعة دي مجموعة صعبة. تعالوا نشوف ترتيب المجموعة التالتة بعد انتهاء الجولة الأولى. جودزيلا المركز الأول 3 نقاط 155 نقطة، إجابات صحيحة. كوميكس الثاني 3 نقاط 140 نقطة، إجابات صحيحة. الثالث غير ناطة مفيش نقاط 150 نقطة، إجابات صحيحة. الزيبق المركز الرابع مفيش نقاط 135 نقطة، إجابات صحيحة. الأربع فرق عندهم الفرصة للتأهل لدور الثمانية. الفرق 20 نقطة ما بين الأول والرابع في الإجابات الصحيحة، عشان كده أي حد هيكسب أي ماتش المجموعة تلقطها.